التأثير في المشهد السياسي والاقتصادي الدولي أستاذة فلا يتطلب منا وعيا جماعيا ببارز تلك التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، فما هي أبرز هذه التحديات؟ انطلاقا مما جاء في خطاب رئيس الجمهورية، يمكن القول أن الجزائر تعود دائما إلى منطق المحاور الذي ترتكز عليه التفاعلات في العلاقات الدولية. هذه التحديات أولا منها البنيوي ومنها الوظيفي. الوظيفي متعلق بنمط التفاعلات الآن في النظام الدولي، باعتبار أن النظام الدولي قد عاد إلى الصراع حول الموارد، الصراع حول الهيمنة القائمة على استخدام كل ما تملكه الدولة من قوة لكي تصبح المؤثر وليس المتأثر. بالتالي انطلاقا من ذلك يمكن القول أن هذه التفاعلات قد أخرجت العالم العربي إلى حد بعيد منها، وجعلت منه هو الذي يتلقى مختلف أو يحتضن مختلف هذه التفاعلات، باعتبار أنه يمتلك هذا القدر الكبير من الموارد التي تقوم عليها الصراعات الدولية. بالمقابل الجانب المتعلق بالبنية هو الجانب المتعلق بمن يستطيع الهيمنة على بنية النظام الدولي، وهو ما يجعل من سياسة المحاور في العلاقات الدولية سياسة مهمة للدول متوسطة القوة، بحيث أن تكتلها مع بعضها البعض يمكن أن يعوض لها القدرة على لعب الدور الذي لا تستطيع أن تلعبه الدولة لوحدها في النظام الدولي، باعتبار أن دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية مقدراتها لا تقارن مع دولة عربية مثل جيبوتي أو السودان أو دول من هذا، بالرغم من أن هذه الدول تملك موارد ولكن قدرتها على استغلال مواردها ضعيفة. لذلك الحديث عن التحديات الآن يبتدئ من أبسط ما يمكن أن يعرفه النظام الدولي من مكون يمكن له أن يؤثر على نمط التفاعلات إلى أعلى مستوى في التفاعل في النظام الدولي. يعني لا يمكن لنا أن نحصر التحدي في الجانب المتعلق بالاقتصاد والقوى العسكرية فقط أو التحديات العسكرية والاقتصادية فقط، ولكن يجب أن لا ننسى كذلك الجوانب البيئية، الجوانب الحضارية والثقافية التي دائما نعود إليها. لماذا؟ لأنه المنطقة العربية هي من المناطق الأكثر عرضة لهذا النمط من الاهتزازات، خاصة في ظل هذه التحولات الدولية. نعم، طبعا من بين ربما التحديات البارزة للعيان هي تلك التحديات السياسية والعسكرية في ظل الصراع الدولي وما أفرزه من ظاهرة التجاذبات والاستقطابات. ألا تحول هذه التجاذبات أو هذه الظاهرة، ظاهرة التجاذبات والاستقطاب، ألا تحول على إمكانية التكتل الذي يمكن أو يمكن من مجابهة هذه التحديات؟ صحيح. لماذا؟ لأنه لم تتمكن دول من إيجاد مكون تصطف حوله أو تلتف حوله عفوا، فستقوم دول أكبر منها باجتذابها لمحورها. لذلك الآن البديل للدول العربية هو أن تجد ما يساعدها على الالتفاف عليه، سواء كان ذلك تكتلا اقتصاديا، وأنا أظن أنه الأكثر عقلانية لاعتبارات أنه مختلف التكتلات العسكرية والسياسية هي صعبة وحساسة ومعقدة والوصول إليها يحتاج إلى مسار طويل جدا، لكن الانطلاق من كل ما هو اقتصادي أو تجاري لما لا يمكن أن يكون النواة الصلبة أو القاعدة التي ترتكز عليها تجربة تكتل أو تكامل تبنيها الدول العربية واعية وليست مضطرة، لأن التجربة التكاملية إذا كانت الدول مدفوعة إليها ومفروضة عليها فهي لن تعطي الثمار التي ننتظرها أو نرتجيها منها. على العكس من ذلك، إن كانت الدول واعية ومدركة لحقيقة وضرورة التكتل يمكن لها أن تجد الآليات، أن تجد الزوايا التي يمكن لها أن تبني أو تتحرك في إطارها، ثم نحن لا نحتاج في ذلك لأن نكون متشابهين ومتجانسين تجانسا يعني متطابق، وإنما نحتاج فقط لأن نعرف بأن مصالحنا مشتركة وأن تكون لدينا مواقف متجانسة. يعني لا يجب أن نعود إلى ذلك الخطاب الذي إلى حد بعيد قتل في زمن سابق الجامعة العربية. على العكس من ذلك، يمكن لنا أن نكيف من الخطاب الذي يمكن أن يعيد جمع الدول العربية على منطق مصلحي، وكان رئيس الجمهورية قد تحدث على دور المواطن، دور الفرد، لأنه هذا مهم جدا. وعي الفرد بالتجربة التكاملية يجعله هو حاملا لها،
ومحرك لها، هو من يقوم بنقل ثمارها إلى الأجيال المستقبلية لكي تكون تجربة ناجحة يمكن القول بأنها مستمرة في الزمن، وانتشارها من المجالات الاقتصادية إلى مجالات أخرى لا يتم إلا بالوعي الحقيقي للمصلحة من جهة، ولكون الفرد يصدق بهذه التجربة يحافظ عليها يدافع بها. هذا ما لاحظناه في الاتحاد الأوروبي، لأنه في بداية الأمر لم يكن هناك أوروبي يسمي نفسه أوروبيا، كان الألماني اسمه ألماني والفرنسي اسمه فرنسي والإسباني اسمه إسباني، وقس على ذلك يوم وصلنا إلى ما نسميه بالهوية الأوروبية. طبعا قبل الأزمة، لأنه بعد الأزمة الأوكرانية تغيرت الكثير من المعطيات، ووصلنا إلى درجة أنه حتى دول أوروبا الشرقية أصبحت تنظر إلى نفسها قادرة على أن تتبنى قيم أوروبا الغربية، رغم الصراع الطويل الذي كان بين الإقليمين تاريخيين. ربما الإغراء في ذلك كانت المصالح الاقتصادية بالأساس. نعم. فما بالك بالدول العربية التي تملك جغرافيا قريبة جدا، ما يجعل من كل التهديدات والتحديات تعني كل دول عربية مجتمعة بحكم القرب الجغرافي، ثم نجد أنه لديها نفس التاريخ، معاناتها مع المستعمر المتشابهة بين مختلف الدول العربية، نجد أنه ثقافتها متجانسة إلى حد بعيد لغويا دينيا، بالرغم من التنوع الثقافي المحمود في الدول العربية. أنا لا أرى يعني عقبة مثل ما يريد البعض الترويج له، بالعكس هو محمود يعطي بعد جمالي للمجتمعات إذا تمكنت من تقبله وإدراجه كمكون اجتماعي مقبول. لذلك سنجد أن هذه المؤشرات، العوامل المساعدة على نجاح التجربة التكاملية في المنطقة العربية موجودة، بقي أن نشتغل على الجانب المتعلق بالوعي والإدراك الصحيح الذي يجب أن يكون مؤطرا بإرادة حقيقية لإنجاح هذه التجربة. أعود إلى إشارتك لنقطة مهمة، ألا وهي البحث عربيا عما يساعد على الالتفاف عليه، وكنت أشرت في ذلك إلى الجانب الاقتصادي، وهذا ما دعا له الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمته لقادة الدول ورؤساء الوفود في القمة العربية أو في افتتاح القمة العربية، دعا إلى بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا المشتركة مع تحديد الأولويات والتركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي على الشعوب العربية. نستمع إلى هذا المقتطف من كلمة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، ثم نعود لنناقش هذا المحور. تنعقد قمتنا في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية بالغة التعقيد والحساسية، تتميز على وجه الخصوص بتصاعد التوترات والأزمات، لا سيما في عالمنا العربي الذي لم يعرف في تاريخه المعاصر مرحلة في منتهى الصعوبة وباعثة على الانشغال والقلق كما هو الحال في المرحلة الراهنة. وما زالت هذه الأزمات بتعقيداتها وبأبعادها المختلفة وبمخاطرها ماثلة أمامنا مع تعاظم التحديات الداخلية والخارجية الجسيمة التي يشهدها العالم بعد جائحة كوفيد-19. وما تمخض عن هذه الظروف الدولية الاستثنائية الحالية من تغيير في الموازين ومن تجاذبات وتفاقم ظاهرة الاستقطاب التي تساهم وبقدر كبير في تصعيد الأزمات مع تداعياتها على السلم والأمن الدوليين، وتلقي بظلالها على العديد من الدول لا سيما في أمننا الغذائي. إذن كما استمعنا في هذه الكلمة، الرئيس عبد المجيد تبون يدعو إلى تكتل اقتصادي منيع، فما هي ملامح صلابة هذا التكتل الاقتصادي المطلوب لبعث العمل العربي المشترك أستاذة فلة؟ أهم شيء في أي تكتل اقتصادي لكي ينجح أن يكون صادقا من حيث الهدف، لأن الآليات هي
ابتكارية يمكن أن تتغير من مرحلة إلى مرحلة، ولا يجب أن نكون متطرفين في تبني الآليات أن تكون يعني في مجال معين دون المجال الآخر. بالمقابل الهدف يجب أن يكون صادقا، الهدف في الوقت الحالي في تصوري هو متعلق بالأمن الغذائي في المنطقة العربية. ربما من بين أكثر الأمور التي جعلت من الدول العربية هزيلة أمام مختلف التحولات الدولية كانت عدم قدرتها على إحداث الاكتفاء الذاتي. لما نتحدث عن الأمن الغذائي فنحن نتحدث عن واحد من العوامل المساعدة على ليس فقط استقرار المجتمعات من الناحية يعني الاجتماعية والاقتصادية، وإنما ضمان الأمن القومي تماما. وإنما يمكن الوصول حتى إلى الحفاظ على بقاء المجتمعات. صحيح. وعلى الحفاظ عليها من التهديدات والتحديات العسكرية. لماذا؟ لأن المناطق الأقل تنمية الفقيرة هي التي تعرف في غالب الأحيان جماعات انفصالية وجماعات مسلحة وجماعات إرهابية، وتعرف تطرف في وغير ذلك. لماذا؟ لأن من يعاني من مختلف هذه التهديدات هو من يجد مشكلا في تواصله مع الدولة. بالمقابل إذا تمكننا من تحقيق هذا التجانس من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فسنتمكن حتى من تجاوز بعض التهديدات العسكرية التي تعاني منها المنطقة العربية. يعتبر الأمن الغذائي الآن أولوية العالم وليس فقط العالم العربي. ولكن لماذا العالم العربي؟ لأن العالم العربي استهلاكه الغذائي يقوم على أكثر من 40% من ما يستورده، مرتبط بالخارج. بالخارج. وفي ظل الأزمة الأوكرانية نلاحظ جيدا أنه خاصة أنه روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المنتجة الآن للقمح والحبوب بصفة خاصة، لن تفكر في الدول الأخرى. الدول الأوروبية والدول الكبرى ستفكر في نفسها في احتياطاتها الاستراتيجية كيف تملأها، ولن تفكر في الدول العربية أو في الدول الإفريقية أو في الدول الضعيفة. بالمقابل على هذه الدول أن تسعى لأن تجد لنفسها بديلا في ظل هذا الزخم. يعني اليوم نحن مقبلين على الصراع ليس على تكنولوجيا أو غير ذلك، ولكن على المواد البسيطة لحياة المواطن اليومية. إذا كان سابقا أولويات المواطن هو تحصيل بعض المنتجات الكمالية، اليوم نتحدث على واحد من الأولويات الأساسية للمواطن وهو الغذاء. ونعرف جيدا أنه إذا كان اهتز هذا الجانب داخل المجتمعات فلا شيء مضمون بعده. يعني اليوم نتحدث عن تكتل اقتصادي يجب أن يكون مرتكزا على هذا الهدف، وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية في هذا المقتطف الذي سمعنا إليه، حيث خصص في كلمته عن هذا التكتل الاقتصادي جانب الأمن الغذائي ربما ضمانا لأمن المنطقة القومي وبالأساس ضمان لقمة عيش المواطن. صحيح. الذي طبعا ربما يرتبط في ذلك بسياسات داخلية وتحديات داخلية بالأساس. أستاذة فلا، طبعا كلمة رئيس الجمهورية في افتتاح القمة العربية لم تتوقف فقط عند هذين المحورين أو هاتين النقطتين، بل تعدت إلى ضرورة الانتباه إلى التحدي الإصلاحي في منظومة العمل العربي المشترك. فربما السؤال الذي يطرح في هذا المحور، إلى أي مدى أصبح أقول تحدي الإصلاح ذا إلحاح وضرورة في الوقت الراهن؟ إلى حد بعيد جدا، لأن الجامعة العربية هي منظمة مر عليها زمن طويل جدا. يعني اليوم لما نتحدث نسمع للأصوات التي تقول بضرورة هدم هذا البيت، يعني أقول في نفسي أنه كيف يمكن لمسار طويل جدا من العمل العربي المشترك أن يذهب هباء منثورا. على العكس من ذلك يجب أن نفكر في آليات تكيف هذه المنظمة. نعم. مع التحولات الجديدة. هذا هو الرهان بالنسبة للجامعة. وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية. صحيح. هو دعا إلى النظر إلى الآليات لدعم وتعزيز دور الجامعة العربية. صحيح. في مواجهة التحديات الراهنة أستاذة فلاح. صحيح تماما. لماذا؟ لأنه اليوم تكيف الجامعة العربية مع التحولات الدولية كما جاء ذلك في خطاب رئيس الجمهورية يؤكد على أن الجامعة العربية يمكن لها أن تستمر قرن آخر. لماذا؟ لأنه قدرة المنظمات على التكيف هو الذي يضمن لها قدرتها على تحقيق أهدافها. وهذه هي اللعبة الدولية. اللعبة الدولية قائمة على التكيف وليس على الذوبان في التفاعل الدولي، وليس على تقبل التحولات الدولية مهما كانت طبيعتها، وإنما على التكيف وفق نفس الأهداف. تتغير فقط الآليات، أن نغير الأدوات المستخدمة في تحقيق هذه الأهداف
وفق ما تملي علينا الظروف الدولية التحولات الدولية. هذا هو ربما المقصود مما تريده الجزائر في دبلوماسيتها، لأنه في الغالب الجزائر دائما تنادي بضرورة التكيف مع التحولات الدولية دون التخلي على مبادئ الدول على مبادئها. لماذا؟ لأنه تخلي الدول على مبادئها يجعل منها مجرد بيدق في يد الدول الكبرى، بالمقابل تمكنها من تبني مجموعة مبادئ وتبني مجموعة آليات تحقق لها أهدافها كما أرادتها في بداية الأمر. طبعا الأهداف تبقى نسبية. لماذا؟ لأن التحولات الدولية في الغالب تستدعي كذلك أن نغير من أهدافنا، وبعض الأهداف تتحقق، فبالتالي لسنا بحاجة أن نحافظ على نفس الهدف. الآن أولويات المنطقة العربية هو القدرة على إحداث الاستقلال الاقتصادي للدول العربية، هو القدرة على العودة إلى مشاريع التنمية في المنطقة العربية. لماذا؟ لأنه هذا سيحرر الكثير من الدول العربية التي نعرف مثل لبنان واليمن وسوريا وليبيا تعيش أزمات متكررة، تعيش تضخم كبير، تعيش أزمات اجتماعية، أزمات عسكرية، تعرف تشكل سوق سلاح في العالم، من أكبر سوق سلاح في العالم الموجودة في المنطقة العربية. كل هذا سيؤهل الدول العربية لأن تتجاوز هذا النمط من التهديدات. من خلال ماذا؟ من خلال تحقيق المشروع التنموي. لماذا؟ لأنه التنمية تجعل الصورة أكثر وضوحا أمام المواطن، أمام صانع القرار، وتجعل من الطرف الخارجي الأقوى صعب عليه أن يحرك كما يريد الأوراق داخل المنطقة العربية. نعم فعلا. وكذلك قبل العودة إلى هذه النقطة المهمة جدا في النقاش، ربما كانت فيه دعوة أيضا لتفعيل المجتمع المدني ودوره في يعني المشاركة والمساهمة في لم الشمل العربي، في تعزيز العمل العربي المشترك ضمن كلمة رئيس الجمهورية الافتتاحية في القمة العربية. دور المجتمع العربي مرهون اليوم بقوة الشباب في الوطن العربي الذي لابد أن يأخذ مكانته في الحياة السياسية ربما. صحيح. لماذا؟ لأنه نحن في المنطقة العربية لدينا مورد ربما لا نقدره حق قدره، وهو المورد البشري. المورد البشري الذي يعتبر رهان دول أوروبية التي لا تملك نسبة شباب مرتفعة، وما زالت لحد الآن تحاول من خلال الهجرة الانتقائية ومن خلال بعض مشاريع الهجرة أن تحصل نسبة شباب مرتفعة. المنطقة العربية على العكس من ذلك، هي منطقة ذات خصوبة مرتفعة، بالتالي نمو ديموغرافي في بعض الأحيان لا يجب النظر عليه دائما إليه دائما كعقبة. المشكلة أين يصبح نمو ديموغرافي عقبة؟ حين تكون وتيرة التنمية أقل من النمو الديموغرافي، فهنا يصبح نمو ديموغرافي مشكل ويصبح عدد الشعوب مشكل. لكن حين يكون هناك تنمية تتماشى مع نمو ديموغرافي فهنا يصبح مورد، على العكس من ذلك، وذلك ما نسميه بالمورد البشري. المنطقة العربية موردها البشري شبابي بالدرجة الأولى، وحين نتحدث عن الشباب فنحن نتحدث عن فئة اجتماعية يمكن لها أن تبتدئ مشروع قد يدوم إلى غاية 60 سنة. يعني الشاب اللي في عمره الآن 20 سنة يستطيع أن يتبنى مشروعا إلى غاية نهاية حياته. لذلك المورد الشبابي مهم جدا في استمرار واستقرار المجتمعات. هذا فيما يتعلق بالمجتمعات العربية. فلنتصور إذا تمكنت المجتمعات المدنية أن تنسق أهدافها فيما بينها البين. لماذا؟ لأنه في الغالب المجتمعات المدنية لديها نفس الاهتمامات، وهي اهتمامات لا سياسية، ثقافية، حضارية، بيئية، كنا تكلمنا عنها سابقا في نفس المنبر. وإذا تمكننا من تطوير نفس النظرة المشتركة شبابيا فهذا سيعطي فرصة، خاصة أنه اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي الشباب العربي أصبح بإمكانه أن يتواصل، ولاحظنا الكثير من المشاريع الافتراضية التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يعطي فرصة للشباب لأن يكسر صور نمطية عن الآخر من خلال هذا النوع من التواصل، وهذا سيساعد أي تكتل اقتصادي يمكن أن يحدث في المنطقة من خلال يد العاملة من جهة، ومن خلال القدرات الابتكارية للشباب. لأنه ما يسمى الآن بالمؤسسة الناشئة الستارتوب هي مشاريع شبابية بالدرجة الأولى. نشاطها ليس مشروط أن يكون في منطقة في دولة معينة، يمكن أن يكون حتى عبر دولاتي. إذا كانت تطبيقات معينة يمكن أن تعبر المنطقة العربية، فلنتصور معا طريقة التواصل والاتصال التي ستكون في المنطقة العربية، ثم كيف سيصبح
واضح لهذا الشباب الذي سيكون بعد سنوات قليلة صانع قرار، بيروقراطي، أستاذ، صحفي، كيف سيتبنى نفس المشروع وبنفس الحماس ولكن بنضج أكبر؟ هذا ما سيجعل من التكتل الاقتصادي أكثر ليونة وأكثر سهولة ويصبح مشروع دائم ومستمر. ممتاز. ربما هذا الرهان أيضا مرتبط بالوعي بحجم التحديات التي تتعرض المنطقة العربية، وهذا أيضا ما أشار إليه رئيس الجمهورية. نحتاج اليوم إلى بعث الوعي العربي المشترك بتحدياتنا المشتركة. كيف يكون ذلك أستاذة فلة؟ هناك أداتين، حين نتحدث عن الوعي هناك أداتين مهمتين في تحقيقه. أولا الأداة التعليمية والأداة الإعلامية. أظن أنه في عالم اليوم الإعلام يمكن له أن يسهل التعامل مع فئات اجتماعية مهما كان مستواها. لماذا؟ لأنه الإعلام لديه القدرة بأن يكيف محتوياته حسب اهتمامات كل فئة اجتماعية. ثم من جهة أخرى الجانب التعليمي، الجانب التعليمي لا يرتبط فقط بالمؤسسات التعليمية ولكن بكل ما يمكن أن يكون فيه مسار تعليمي معين بغض النظر عن المؤسسة التي يمكن الحديث عنها. يعني لما نأخذ هاتين الأداتين يمكن للوعي أن يصبح نتيجة حتمية. لماذا؟ لأنه الانتقال من شخص إلى آخر يصبح موجود في بنية اللغة، في بنية التواصل بين الناس، في المكونات، المحتويات الإعلامية، في ما نقرأه، في النشاط الثقافي، في المحتويات السينماتوغرافية. كل هذا عمل على أن نبني وعي بضرورة التكتل. حين نتحدث عن التكتل فهنا لا يجب أن نرتكز فقط على الجوانب الوجدانية والعاطفية، نعم، ولكن كذلك حتى على الجوانب العقلانية، لأنه أي مواطن عاقل يعرف جيدا بأن عليه أن يحقق مصلحته من خلال أن يتكتل مع من يشبهه، نعم، ومن هو قريب منه من حيث حجم القوة. لأنه نعرف جيدا أنه أي تكتل تكون فيه دولة أقوى من دولة أخرى ستهيمن الدولة القوية على الدولة الأضعف، وهذه قاعدة معروفة، لأنه هكذا هو ميزان القوى. لا يمكن للدولة القوية أن تتنازل عن حقوقها وعن أهدافها وعن مصالحها لصالح الدولة الأضعف. لذلك يصبح في حالة وصول هذه المرحلة من الوعي يصبح المواطن قادرا على أن يصدق بهذا التكتل، أن يحافظ عليه، أن يعمل هو في الحفاظ عليه. وهو ما نراه الآن في التجربة التكاملية الأوروبية، لأنه التجربة التكاملية الأوروبية لما وصل الفرد للتصديق بأهميتها أصبح حاضنا لها، أصبح حاملا لها، أصبحت موجودة في ذهنيته. يعني اليوم لكي تقنع أوروبي أن يخرج من أوروبا للقيام بسياحة فهذا ربما تقريبا مستحيل، لأنه أغلب الأوروبيين سياحتهم داخلية داخل أوروبا. لما لا يكون نفس الشيء في المنطقة العربية؟ تصوروا نحن نتحدث تقريبا نفس اللغة ولدينا نفس العادات والتقاليد ولدينا نفس القيم. يعني حتى لما نتحرك في الشوارع العربية نحافظ على نفس القيم ونفس طريقة الكلام ونفس طريقة التحية، يعني لا نجد صعوبة كبيرة في التواصل بين الدول العربية. المشكلة مرتبطة بالصور النمطية الموجودة لدى الآن والتي صنعتها سياقات تاريخية معينة وساهم فيها كذلك العنصر الخارجي الذي غذى الكثير من الخطابات العدائية في المنطقة العربية الذي شتت. الآن أظن أن النواة التي يمكن أن نلتف حولها هي نواة الاقتصادية، لأنه هو رهاننا. ككل دول عربية تعاني الآن اقتصاديا، إذا وصلت إلى درجة أنها يمكن لها أن تطور من مشروعها الاقتصادي فهذا يمكن أن يكون بديلا لإمكانية التكتل. كما تحدثت ربما التكتل الاقتصادي اليوم مرهون بكسر هذه الصورة النمطية، وهو أيضا مؤثر قوي في كسر هذه الصورة النمطية، بالإضافة إلى دعم المرتكزات التي تجمع المنطقة العربية بما يعطيها مكانة دولية وإقليمية قوية. أستاذة، هذا يمنحها من أي اختراقات كما أشرت سابقا، ويعزز من كلمة العرب في ظل الظروف والمتغيرات الدولية. أتفق معك تماما. لماذا؟ لأنه إذا تحدثنا الآن، نعم، عن القدرة على التأثير فهي نابعة مما تملكه الدول ولكن كذلك من إشعاعها، من نشاطها. يعني لا يمكن أن نكتفي بكوننا نملك موارد، بكوننا، نعم، نملك عوامل مساعدة على التكتل وفي نفس الوقت لا نضع هذه العوامل وهذه الموارد في عملية ديناميكية، لأنه هذه الحركية هي التي تعطينا القدرة على التأثير. الآن هل سنستطيع
يستطيع أن يؤثر في بنية النظام الدولي؟ نعم، وهذا ليس للمرة الأولى. لماذا؟ لأنه سبق لنا في فترات زمنية سابقة أن كان لنا كلمة على المستوى النظام الدولي، وكانت الدول العربية يعني تستشار في بعض القضايا لاعتبارات أنه كانت الاستثناءات موجودة لديها من خلال الموارد الطاقوية بصفة خاصة، إلى درجة أنها قد أثرت في مسار الكثير من التحولات في النظام الدولي. وهذه النقاط ربما تشهد على قوة المنطقة العربية إذا ما اكتملت الأهداف المبتغات من القمة العربية المنعقدة بالجزائر، قمة لم الشمل. سنعود لك لمناقشة الكثير من النقاط الأخرى في هذا الصدد، ابقي معنا. والدعوة لكم للبقاء معنا، فقرتنا متواصلة، مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا.